رجعنا للثلج مرة تانية. واو، طبعا كالعادة كل ما جيت هان لازم نروح زيارات. الزيارات هانا اشي كتير مهم حتى بالثلج. سبحان الله علاقتهم ببعض كتير قوية، ما في اشي بيوقفهم، لا ثلج ولا طقس ولا اي حاجة. شوفوا الدنيا كيف يا جماعة الخير، سبحان الله. سنزور اليوم بإذن الله منزل الكروة. طبعا تتساءلون من هو الكروة ولماذا يسمى هكذا وما هو عمله أو دوره. باختصار شديد، زيارة اليوم هامة بالنسبة لعائلتنا ولعائلة هذا الكروة الذي لا تعرفونه بعد. هي زيارة عائلية رسمية إلى حد ما، وتحظى باحترام شديد من الطرفين، وعمر هذه العلاقة سنين طويلة، وسأشرح لكم الأمر بالتفصيل. فقط انتظروا معي دقائق لنشتري بعض الهدايا قبل ذهابنا هناك. فنحن لم نستطع الذهاب بالسيارة بسبب الثلوج، لذا سنذهب سيرا على الأقدام من قريتنا إلى مشارف القرية التالية، حيث يوجد البقالية الوحيدة في المنطقة في قمة المرتفع بين القرى. احنا هلقيت مشينا تقريبا أكثر من 10 دقائق، طلعنا على القرية الثانية باتجاه القرية الثانية من وناتزبي، وهلقيت رايحين. بتعرفوا شو في هناك؟ هديك الدكانة على أساس بنفس القرية، ما في دكانة، هاي لفوق بتصير قريبة من المدرسة وقريبة من الجامع، صايرة بين القريتين. تعالوا أفرجيكم إياها كيف. شايفين إحنا هان، هذه هي القرية الثانية، وإحنا قريتنا صايرة لتحت شوي من هذا الاتجاه. هلا بدنا نروح باتجاه الدكانة، أفرجيكم شو شكل الدكانات هان، الدكاكين عفوا، قالي الدكانات، صرنا نخربط بالعربي. هاي هي الدكان أو البقالية الموجودة ما بين قرية وناتزبي وبشاق ماتزبي. هلا تعالوا معي نشوف كيف شكل هاي البقالية. طبعا بدي مساعدة عشان أقدر أنزل هذا، عشان أقدر أوصل جوا. هاي الدكانة ورايا، شايفين؟ تعالوا أفرجيكم إياها من جوا. هلا هاي هي البقالية، هانا ممنوع التدخين، وبنفوت بنلاقي البقالية هيك كمر جبات. هانا بيعرضوا أشياء كثير، شايفين؟ طبعا على قد الموجود، في بسكوت، في شوكولا، هاي دايما بياخدوهم لما يروحوا زيارات، استمرت يعني لما بيروحوا بياخدوا كل هاي الأشياء. هاي كل أشكال البسكوت اللي بياخدوه بالزيارات. هيا زي هيك بياخدوا معهم هدايا وهم رايحين يزوروا بعض. شايفين أنواع البسكوت. الحمد لله لقيت عندهم هاي عصاية عشان أقدر أطلع. قبل شوية طرقت وقعت هنا وأنا بحاول أطلع، لأنه كيف بدي أقولكم الدرج كله متغطي بالثلج. شايفين هاي هاي وهاي وهاي، للزحلاقة ممتازة. وهيك اشترينا الأغراض من هديك الدكان. طلعنا هاي طلعة كلها عشان نجيب من الدكانة، وهلا رايحين عند الناس. حنروح مشي طبعا لأنه كتير بيزحلق الطريق، التلج هاي المرة كله زحليق، فبشوي لما اجت السيارة تشعلقنا بجنب الطريق بالعافية عشان السيارة بتقدرش توقف. شايفين هلا احنا ماشيين بهذا التلج كله. اللهم صل على الحبيب محمد، لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على النعم. احنا والله بنعمة، الله يعين الناس. يعني رحنا مشوار طويل عشان نشتري من البقالية، هلا رايحين عند الناس. الجو حلو صحيح ومتعة هيك للي جاي زيارة ويمشي،
بس والله برد. وهم حاجة إنه هذا التلج بيزحلق كتير هاي المرة. لا مش عارفة، دور الماضي ما كنا بنتزحلق هيك، هلا هذا الله أعلم كم مرة تزحلقنا. نتجه الآن إلى قرية ميكيتزيبي حيث منزل الكروة، ومن هنا يظهر المسجد الذي يتوسط هذه القرى، حيث يصلي فيه أهالي قريتي وشاقماتزيبي وميكيتزيبي، بينما يوجد جامع خاص بقرية مخالاشويلبي. ها قد وصلنا منزل الكروة، والثلوج ما تزال تتساقط. لم يكن في منزله عند وصولنا بل عند الجيران، فانتظرنا مجيئه، وطبعا اغتنمت فرصة انتظاري في شيء ممتع. شوفوا هالمنظر، ايش رأيكم نحاول نقطع؟ Oh my God. زاكي. هل تشعرون بالبرد؟ وما إن أتوا حتى أعدوا لنا سفرة مذهلة. أنا الآن موجود في بيت كيروا تبعتي. نحن عندنا ثقافة عند القرى المسلمة، وقت ما يكون سنة لتطهير الولد يكون عنده شخص يسموها كيروا، يجيب له شوكولاتات ويجيب له حاجات أشياء، يعني بحب الولد وبيشجعه كذا، يعني بيكون شخص مثل الأب، يعني مثل شخص كثير مقرب، يعني بيكون شخص دائما يبقى بينه وبين الولد دائما محبة والمودة والزيارات وإلى آخره، يعني يبقى شخص قريب، يعني مثل القرابة. يعني لما يكون أنت بتقول لشخص أنت كير ولا ابني، هذا معناها يكون يعني هو شخص قريب إليك، يعني ستبدأ يعني زي مرحلة القرابة بينك وبينهم يعني. ومن ثم طلبنا منه أن يحدثنا عن تقليد الكروة قديما لدى المسلمين. تعب ما مش تخش لها الجوا كيوا ما قالت تطلع شرم أخصنا شني بيدا كيوا بيا فاهم بس لنا يخوض بس لنا زي مخيد ودي موتا دي في بيلي ولا بس ولا مين ما يعيش كمان دوستو ما مين دودي موجودي ها سوا لا يكون فيها بس يصير يتكلم كيوا بايم بينز جوي فاسيالوم کیوی از کی تخوی با از تخوی با کیوی سادا مجزه شناو رو بایی من کترت ما القراب موجود بین الكیر و شو اسمه ولد، يعني ما بصير في زواج بينه وبينهم، يعني معنى كترت ما يحترموا هذا الشيء. الطفل ما بصير يتزوج من عائلة الكروة، يعني ثقافيا يعني ما بيزوجوا بين العائلتين لأنه بيعتبروها قرابة كتير، يعني هذا هو الثقافة. طبعا ليس لا يوجد في الإسلام هذا، لكن بشكل عام يعني احترام يعني القرابة، يعني كل ما بيكون قريب يعني طبعا ما بيكون هناك زواج يعني بين العائلتين. شن روم قد خارج شن كيروة كنبي بدريس تويس راود خارج مي خارج دا شناولي بيخنا نسيني بس شمي نسيساوي عغي تاياشو ليخو نازوي مي خارج دا تابلو سي ولا كان في شيء وام كوسا مرس ما عزيز ما بدي تو تيلا كلا بيجي بيجي كام كيلو با رام ديني سكير واخر أخلاق سام تشن تفتون كير وا بدري خا كير واخر بس تو كير وا ما وري با وري با فيش كير وا. وما إن انتهت زيارتنا وقبل المغادرة اصطحبتنا النسوة أنا ووالدة زوجي إلى الطابق الثاني لاختيار هدية على ذوقنا، فمن عادات أهل القرى أن يهدوا الضيف بعض الأغراض قبل مغادرته كنوع من الشكر والتقدير لزيارته، ومن المعيب جدا رفض تلك الهدية. لقد كان يوما ممتعا مليئا بالمودة والدفء رغم البرودة الشديدة للطقس في الخارج، وإلى أن ألقاكم في أمان الله.